تقول السائلة: عندها صديقة في بلادها أعطتها فستانا لها كي تطوف به حول الكعبة اعتقادا منها بأنه ستحل فيه البركة، هل يجوز لها الطواف بهذا الفستان؟ لا، ولا تعمل بهذه الوصية، لأن يعني وصية باطلة، وعليها أن تنبهها وتقول لها إن هذا لا يجوز، إن هذا عمل لا يجوز. نعم.